حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبه مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث اذرع فيصلي يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء